بالضغوطات والإغراءات. هكذا يستجلب أردوغان المرتزقة السوريين إلى ليبيا، مستغلا الفقر وغياب الدولة في سوريا ليحقق أطماعه ومآربه في غزو ليبيا. وبحسب تصريح للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تركيا نقلت أكثر من 13,000 من العناصر الإرهابية المتطرفة إلى ليبيا حتى الآن. وأشار المرصد إلى تسجيل مقتل 390 مرتزقا منذ بدء تدخل تركيا في البلاد. هؤلاء المرتزقة يعيثون في غرب البلاد فسادا وينتهكون حرمات الليبيين، حتى أنك إذا أردت أن تدخل بيتك يجب عليك الاستئذان منهم. متطرفون إرهابيون سياستهم هي بث الخوف في نفوس الآمنين وترويعهم ونهبهم وسرقتهم في وضح النهار. المرصد السوري أكد على مقتل القيادي المتشدد سامر الأطرش المكنى بأبا يعرب بغارة لقوات الجو على محيط مدينة سرت أثناء قتاله بجانب حكومة الوفاق غير الدستورية. أبا يعرب كان قياديا سابقا في جبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا، ولكنه فصل منذ فترة طويلة بسبب قضايا سرقة. هكذا قال المرصد. ليست غريبة، فهذه هي أفعالهم وأفعال من جلبهم، فهم الآن يسرقون وينهبون ويحرقون، وأفعالهم غرب البلاد خير دليل على ذلك. ويبقى السؤال، هل سيرضخ أهل غرب ليبيا لمثل هذه الانتهاكات؟ وإلى متى سيطول سباتهم؟